جدا، لكن يبقى الحق الأصيل لكل نادي للتخطيط لمستقبل فريقه. ولكن المدرب المصري أنا بعتبره من المدربين الناجحين لو أتيحت له الفرصة بكل حرية. المدرب زي المدربين عندنا هنا يعني أذكياء كتير جدا جدا وعندهم شخصية بشكل كبير جدا. دي مباراة الأهلي وادي دجلة الموسم الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل احنا عملنا مباراة كبيرة جدا خاصة في الدور الأولاني. والله يعني شوف مباراة النادي الأهلي أو الزمالك يعني تعرف من الأندية اللي دايما بتبقى السبوتات عليها بتقيس قدراتك أنت كمدرب، بتقيس قدراتك أنت اللاعبين فرقتك، الناس كلها بتقيمك أمام الفرق الكبيرة. وطبعا مفيش شك طبعا احد المحطات الهامه هي النادي الاهلي، فاللعيبه اولا بتكون مركزه بتحاول تطلع طاقتها كلها في المباراه، انت ذات نفسك بتكون مركز بشكل كويس من الناحيه التكتيكيه، الغلط فيها مفيش شك بيكلفك كتير جدا جدا، لما بتعمل نتيجه ايجابيه مفيش شك بيبقى نجاح لك كبير، خاصه انك خارج منظومه النادي الاهلي والزمالك، فانت المدرب او اللاعب اللي خارج منظومه الاهلي والزمالك بيحتاج مجهود كبير جدا جدا لاثبات حقيته بانه من ضمن الافضل. هسأل سؤال بعيدا عن الأندية.